كم ده ورحمة يا الله بكر؟ وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ها؟ بتكونوا بخير؟ احنا النهارده كده بكر عند بكر بصوت تلات، هنشوف اللي ماشي اللي وماشي عنده عنده المياهات ده بكم ماشي. يا بكر؟ مايوهات المتر ب 40 بكم ده يا جنيه ام؟ جميلة بكم يعني ده؟ زي ما انتوا شايفين كده. ده ب 40 عندك منه الوانات ولا هو اللون ده؟ ايوه يا بنتي، الوانات يا بنتي. المتر ب 40 ده وماشي مايوهات، ده اللون ده وده لون اهو، ده ماشي مايوهات كلها. ده كله فين؟ عند ام سيد عند بكر. ده لون حلو قوي، ده اللون الموف بتاعها جميل اهو، مش مايوهات المتر ب 40 جنيه. حلو قوي اللون ده، تحفه. شايفين الاشكال دي كلها فين؟ عند تشكيله ما شاء الله عليها حلوه، جايب تشكيله حلوه من القماش، عنده قماش المياهات ده لون اللون الموف اللي هو الفاتح والغامق، وكان عنده الساده منه. بصراحه كان جايب تشكيله حلوه. تعالى بقى نكمل بقيه الفيديو مع بعض كده. شايفين القماش؟ كان عنده قماش فيه ب 30، في ب 40، في ب 35، كان عنده قماش فسكوز زي ما انتم شايفين كده، يعني عنده كذا شكل. ده العرض اللي موجود. القماش ما شاء الله عليه، الالوانات كلها تحفه. السعر بتاعه كان ب 50 جنيه، ده فسكوز ما فيهوش اي غلط. كريب. انت اسمك ايه؟ نسيت اسمك. هبه. 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 ماشي يا هبه. 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 قولي يا هبه. ده ايه محمد؟ ده الستان التركي. الستان التركي ايه؟ اسمه حرير اصلا في الازهر. ما انا عارفه اسمه حرير، حرير ارمي. ارمي؟ لا شاطر. انت بقيت بحاجة. بكام؟ بكام؟ ما تسجلي قولي. ما انا بس ده من عند محمد. نعم. اهو. كريب شعر نفسي. كريب ده من عند محمد؟ بقى اتطوعت وقعدت تشرح لنا انواع القماش، هي ترزيه ما شاء الله عليها شاطره. كريب. بكام ده يا محمد؟ ب 50 بس. ب 50؟ الوانه. الوانه. في الازهر ب 85. ب 85؟ لا انت هتوقفي حالك. في الازهر. ايوه ب 85. في الازهر. يتعمل ايه ده بقى يا هبه؟ يتعمل فساتين، برستات. ايوه. بلوزات. اي حاجه. ادي الرب اهو. حلوه البتاع البدله اللي انت لابسها من عند الواد محمد ده. ايه من عند الواد محمد ده بس صواريخ. تعالى يا بكه. ولا بكه ما بيطلعش الا في الفوطه اهو. ايوه هو ده. ده بكام اللي تحت ده يا بكه؟ ده ب 30. ده ب 30 القماش ده ب 30 جنيه. عنده تشكيله فسفوزات حلوه. اي متر ب 30؟ ده ب 30. القماش اللي هي ماسكاه ده المتر بتاعه ب 30 جنيه، ما شاء الله التشكيله بتاعته تحفه حلوه قوي، اللي هي الاشكال كلها حلوه جميله زي ما انتم شايفين كده. نكمل بقيه الفيديو مع بعض كده، نشوف بقيه الالوانات. حلو الاسود اللي في ايديها، بصراحه جاب تشكيله حلوه. ده المتر بتاعه ب 30 جنيه، في ب 30، في ب 35، في ب 50، مش كله، كل حاجه ولها سعرها. عنده تشكيله تحفه بصراحه، يعني شوف هي هبه اتطوعت بقى ومشيت قدامنا واحنا بنصور، عماله بقى تشرح لنا الحاجات دي تتعمل ايه وتتفصل ايه، يعني الانواع القماش. سلم سلم على تيتا ام واحد. تيتا ده انت اللي تيتا اهو. ده انت اللي تيتا. شايفه الجلابيه الفسكوس تاخد كم متر يا هبه؟ مترين ونص. متر ونص؟ بنص على عرضها. بنص؟ لا لو بنص كم مترين. مترين؟ مترين. وام كم؟ والكم؟ ام كم تاخد قد ايه؟ متر ونص. عايز احطي حاضنه عشان لو كشت 3 متر الا ربع. لو كشت 3 متر الا ربع. الفستان ياخد كم متر؟ الفستان على حسب، لو دبل كروش 4 متر. دبل كروش 4 متر. لو قصة عادية 3 متر. 3 متر؟ أيوة. ماشي، شكرا يا هبة. دي الاسكوبة. الاسكوبة. دي ب 20. ذكرى اهي. بيقول ب 20. ب 20 جنيه. في الأزهر ب 90 جنيه. في الأزهر ب 90. مش بقى من التوب. اللي هي ماسكاه ده المتر بتاعه ب 20 جنيه، بصراحه كانت فيه تشكيله حلوه، كان فيه الكارو، فيه حاجات كتير بصراحه. اسمه رب. الرب اهو يا بنات. المتر بتاعه بكام ده؟ محمد بكام المتر ده؟ الرب ده بكام؟ ب 45. ايه؟ 35. جايباه؟ اوعي دي نزلي لي كده، انت عاملاه منه بدله. بصي ادي الرب اهو. 35. هي عاملاه بدله كامله يا بنات اهو. كلفتك كام؟ كلفتك كام؟ 3 متر. الرب اللي هي ماسكاها المتر بتاعها ب 35 جنيه، ما شاء الله عامله منها طقم على بعض وكده، بس شكلها تحفه بصراحه. شايفين الحاجات دي كلها؟ الرب اهو زي ما انتم شايفين، الرب اللي هي ماسكاها ما شاء الله عامله منها طقم حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. القماش الكحلي كان فيه منه الكحلي، كان فيه تقريبا في رمادي، كان في كذا لون. المتر بتاعه كان ب 35 جنيه، يعني هي انا شايفاها هي طالعه موضه اصلا، في منها ناس بتعملها بناطيل واسعه
وناس بتعملها زي بنطلون البدلة كده بس شكلها حلو. ده المايو المتر بتاعه باربعين جنيه، كان في منه الموف ده والموف الفاتح. كان عنده تقريبا في كمان لونين او ثلاثة. اي متر بعشرة جنيه. حلو قوي القماش ده. الله طلع عناب هنا ب30 متر بعشرة، مش كتير على فكرة، يعني تعملي احلى بلوزة بعشرة جنيه. الله طلع عناب يا متال. في حتت كبيرة وحتت صغيرة. يا متال حلو قوي ده، جميل. شايفين الاشكال كلها اهي. لا اطلع كذا طرحة. ده تعمل فستان. لا انا حته سودا اعملها طرحه. ده كل المتر بعشرة جنيه. شايفين ده متر بعشرة. ده بكام؟ ده بكام يا محمد؟ بكام من هنا؟ 30. ما تفرد لي شويه. طيب ده ب 30 جنيه. شايفين القماشه اهو. المتر ده كله فين عند بكه؟ المتر ب 30 جنيه ما شاء الله. النهارده تشكيله حلوه. المتر ب 30 جنيه. يلا صلى على النبي سامي. ما تفرد لي شويه والنبي. بيع يا بيع يا بيع يا بيع. لسه طالعين فاحنا مش قادرين اساسا عشان تفرد لي. معلش معلش كام واحد عشان ما بننامش طول الليل. نكمل بقيه الفيديو مع بعض كده. زي ما انتم شايفين بصراحه عنده تشكيله قماش المتر ب 30 جنيه. كل اللي انتم شايفينه ده المتر ب 30. في منه كروات بس في حاجات بيبقى فيها دفات وحاجات لا. كل حاجه لها سعرها. اخلص يا المتر ب 30 يا جدعان. المتر ب 30. اي متر حتى التاجر اللي اتشاف المكرونه ب 30 جنيه. ده ب 30؟ كل اي حاجه على الارض دي ب 30. ب 30 وفي ب 10. وفي ب 10 شفنا ب 10. في ب 20. في ب 20 يبقى عندك ب 10 وب 20 وب 30 وفي كام على العرض؟ في سكوز ب 50 جنيه اللي اتشاف الاولى الدرجه الاولى. الدرجه الاولى ب 50؟ وري. ب 50؟ روح بيضحي. شركة كيمو كونو عاملة عرض يهز الأرض. ده ب 50. شايفين القماشة بتاعته حلوة ما شاء الله عليها. قطن. ده كمان. قطن. أنا بتاع ما يكشش صح؟ يا ولد ده معالج. ده معالج؟ نو يا خالد. ده ب 50. شايفين الأشكال دي كلها أهو. في الوقت عصام. ده كله ب 50 جنيه ما شاء الله. عنده تشكيلة حلوة النهاردة. ده كله فين عند بكة؟ كله ب 50. بكم ده؟ ده بكم يا بكة اللي هنا؟ ده ب 35؟ ب 40. لا ب 40 الفسكوز. ده الفسكوز ده؟ كله مكرور الصبح. بصي كله مكرور الصبح. ده ب 40 متر. ده ب 40 جنيه. حلو. ده ب 40 جنيه. كله ده مكرور الصبح. ام احمد بتضحي. حاجه ام سيد. ام سيد. ام سيد. ام سيد. بتقول عشان نعين. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي لو لقيته جايب تشكيله جديده هنزلها لكم. زي ما انتم شايفين كده عنده اسعار، في ب 50 وفي ب 30 وفي ب 10 وفي ب 20. كل حاجه ولها سعرها. بس بصراحه كان جاب شويه قماش حلوين. جميله. ده ب 20 جنيه المتر. حلو قوي ده. ده ب 20 جنيه ما شاء الله عليه. ده دي تشكيله حلوه قوي. شوفي تاني دوري. طب يمكن حاجه تعجبك. طب دوري احنا مع بعض. جميله. بكام القماشه دي؟ ب 20 برضك؟ ده ب 20؟ ما بتجيبيش اللي هو قشر السمكه؟ بقيه الفيديو مع بعض كده. كل اللي انتم شايفينه ده المتر بتاعه ب 20 جنيه. انت كل ما بتقلبي كل ما بتلاقي الوانات مختلفه، في الساده وفي التايجر في المقلم في نقشه، يعني الاشكال مختلفه والسعر بتاعها. في حاجات ب 20، في حاجات ب 30، في حاجات ب 35، في حاجات ب 15. مش كله يعني، كل حاجه اللي هو الفسكوز اللي هو اللي ما فيهوش اي حاجه المتر بتاعه ب 50 جنيه درجه اولى. بقول ما بيكشش والالوانات بتاعته جميله تحفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوا ان شاء الله الفيديو القادم عند بكره.